تعديل قانون الانتخابات قد يكون شرارة أزمة جديدة في العراق، فمنذ أن بدأت القوى السياسية والإطار التنسيقي في مقدمتها بالسعي إلى إجراء تعديلات على القانون من أجل إعادة العمل بما كان يعرف بنظام سانت ليغو أو الدائرة المغلقة، اندلعت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لذلك في مناطق عراقية مختلفة. إصرار القوى السياسية على تمرير القانون وفق نظام سانت ليغو ووفق الدائرة المغلقة وترك الدوائر المتعددة بكل تأكيد سيعيد التظاهرات بقوتها إلى الشارع العراقي، وغير مستبعد أيضا نزول الصدريين الذين أصروا في تشرين 2019 على تشريع قانون وفق الدوائر المتعددة، فالتظاهرات تعود بقوة إذا ما أصرت القوى السياسية على تشريع القانون وفق ما تريده هي. تطالب الأوساط الشعبية خاصة التيار الصدري بإجراء الانتخابات وفق قانون الدوائر المتعددة الذي أجريت على أساسه انتخابات 2021 والذي ضمن الفوز للتيار بالمرتبة الأولى، فيما يرى مختصون أن إجراء الانتخابات على أساس كل محافظة دائرة مغلقة سيكون حلاً وسطاً بين اعتبار العراق كاملاً دائرة واحدة وبين الدوائر الانتخابية المتعددة. هنالك قرار للمحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات، والسبب بأن هذا القانون حقيقة لم يخدم العملية السياسية ولم يكن حقيقة ممثلاً لقناعة الناخب العراقي. إذن أنا أعتقد بأنه الذهاب إلى تغيير هذا القانون، وبالتالي تكون هنالك حرية للناخب في اختيار المرشح المناسب، وهذا حقيقة هو يناسب بجعل كل محافظة دائرة واحدة. الاحتجاجات التي اندلعت في اليومين الماضيين وشكل أتباع التيار الصدري محركا غير مباشر لها لا تقتصر على القانون الانتخابي، بل على محاولات القوى السياسية أيضا إصدار قانون لإعادة العمل بمجالس المحافظات التي كانت سببا في اندلاع احتجاجات أكتوبر من العام 2019. ترى الأوساط الشعبية أن إعادة العمل بمجالس المحافظات وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيضمن للقوى السياسية الحالية الهيمنة على مقدرات البلاد بشكل غير مباشر، وهو ما بدأ يقابل بتظاهرات رافضة. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.